نشرت الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط. البداية بالعناوين البارزة. الحكومة تقرر إعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من حيث الاهتمام والتدبير وكذا الموارد البشرية والمالية خلال لقاء تواصلي ترأسه رئيس الحكومة بالرباط. المتدخلون في لقاء رفيع المستوى يؤكدون في بون أن الزخم الذي أطلقته شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي يتيح إحداث التغير المنشود في الوقت الراهن من أجل تنفيذ اتفاق باريس. قمة كوب 23 تعرف مشاركة مغربية متميزة. المتحف العربي للفن الحديث بالعاصمة القطرية الدوحة فضاء للإبداعات الفنية العربية وضمن أزيد من 900 عمل تحضر بصمة الرواد المغاربة. المنتخب الوطني للكيك بوكسينج المتوج ببطولة العالم في بودابست يعود إلى أرض الوطن ويضيف لرصيد الرياضة الوطنية لقبا جديدا. أهلا بكم. قررت الحكومة إعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الاهتمام والتدبير وكذا الموارد البشرية والمالية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه رئيس الحكومة اليوم بالرباط حسن طباي وعبد الهادي السكيوي. خلال هذا اللقاء التواصلي مع مسؤولي التكوين المهني أكد رئيس الحكومة على الاستراتيجية الهامة التي يحتلها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي في البرنامج الحكومي باعتباره ورشا أساسيا للارتقاء بالنمو الاقتصادي وفاعلا أساسيا للاندماج في سوق الشغل. الهدف ديالنا هو نعطيه واحد الاهتمام قوي للتربية والتكوين كقطاع استراتيجي، كقطاع ذو أولوية، كقطاع بغينا نطوره، كقطاع بغينا ترتفع الجودة ديالو. هذا من بين القطاعات اللي هي اليوم علنا في الحكومة بأنها عند الأولوية، ولكن أيضا المحيط كله بمعنى الشباب اللي كيبغي تكوين جيد، مؤسسات رسمية وغير رسمية، الشركات وغيرها كينتظروا يكون عندهم واحد يد عاملة مدربة. كما تم إبراز خصوصيات هذا القطاع ومواكبته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب المزيد من الدعم. ويأتي هذا اللقاء ضمن يعني تنزيل هذه الاستراتيجية ديال البرنامج الحكومي، خصوصا أننا أمام العديد من التحديات لمواكبة العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خصوصا والمالية. قطاع التكوين المهني بجودته والخبرات التي راكمها في المسيرة التنموية لبلادنا غدا أداة أساسية في دعم وتلبية حاجيات العديد من الشركات العالمية في قطاعات صناعات السيارات والطيران والتكنولوجيات الحديثة. يعقد مجلس المستشارين يوم غد جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. الجلسة ستنعقد بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص لمناقشة موضوعي سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية، وسياسة الحكومة في تنزيل التركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة. قطاع النقل الجوي برسم السنة المالية 2018 كان موضوع عرض بلجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، تم خلاله مناقشة الإنجازات المحققة والإكراهات التي يعاني منها القطاع. عماد أمسمير وسفيان إبراهيمي. النقل الجوي من القطاعات التي قطع فيها المغرب أشواطا كبيرة لأهداف متعددة كفك العزلة على العديد من المناطق والمدن وأيضا دعم السياحة، حيث عرف القطاع دينامية قوية خلال السنوات الأخيرة. النقل الجوي لأن أداة من الأدوات الأساسية ديال تدعيم هذا القطاع ديال السياحة، وبلا شك انكم كتلاحظوا بصفه عامه واحد ديناميكيه كبيره في هذا القطاع ديال النقل الجوي، لا على مستوى البنيه التحتيه
المطارات الجديدة اللي تفتحت واللي دشنها صاحب الجلالة بحال المطار ديال مراكش والمطار ديال فاس. عندنا بنية تحتية في المستوى المطار ديال الدار البيضاء اللي هو مازال في دور الترميم. نجد صعوبة في وضع التوازن بين أن تقوم بخدمة أن تفتح المغرب على بقاع العالم أو خاصة أفريقيا، وكذلك بأن تقوم بالدور دور ديال السياحة باش تكون هي الجالب تجلب السياح للبلد. هادو إكراهات سنحاول من خلال دراستنا لقانون الميزانية الفرعية أن نوفق بين الإشكاليتين المطروحتين. السنة المالية 2018 بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب تم طرح العديد. لا يرخى الطموحات، والدليل على ذلك أنه حتى الاعتمادات المرصدة الآن ما زادوا فيها بالنسبة لسنة 2017، يعني المرصدة 18 ما تزادش على 17، وهذا دليل على أن الحكومة ما عندهاش واحد الرؤية واضحة حول هذا الموضوع، هذا لأن هو موضوع كبير بزاف، موضوع السياحة، موضوع النقل الجوي، موضوع الصناعة التقليدية، موضوع الاقتصاد التضامني، هذه كلها كتجمع باش أن المغرب يستفد منها، ولكن مع الأسف إلى حد الآن مازال ما كنستافدوا شيء. وحنا كنقولوا على أنه إلا كانت السياحة خاصها تكون نعولوا على السياحة الداخلية قبل من الخارجية. مزيان أنه ندخلوا العملة الصعبة وندخلوا كذا، ولكن حنا المواطن ديالنا ينتقل من الرباط لأكادير خصو ينتقل بالسيارة ديالو، لأن ملي كيبغي يمشي في الطيارة خصو يمشي للدار البيضاء عاد يمشي لأكادير، هذا راه مشكل كبير يعني. أولا بغي يمشي لوجدة خصو يمشي للدار البيضاء عاد يمشي لوجدة. قطاع النقل الجوي يعتبر آلية أساسية وفعالة للاندماج الجهوي والتنمية السوسيو اقتصادية، وبالتالي عصرنة وتطوير مختلف مكونات القطاع يعد ضروريا سواء على مستوى البنية التحتية أو التكوين أو الربط بين مختلف الوجهات وطنيا ودوليا. بمجلس النواب دائما نقشت الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على ضوء مشروع القانون المالي لسنة 2018. رشيد كنوعة متاسي. نتابع مشاهدينا من مقر وزارة الاتصال، حيث تم اليوم تنصيب لجنة تحكيم الدورة 15 للجائزة الوطنية للصحافة. هذه الجائزة تحتفي بأجود الإنتاجات في مختلف الأصناف والأنواع الصحفية، وتشجيعا للجسم الصحفي على المزيد من العطاء في مهنة تعرف تحولات يومية. عبد الرحيم بن شيخي وياسر الدومي. لجنة ستنظر في 83 عملا من مختلف الأنواع الصحفية مرشحة للتباري على الجائزة الوطنية للصحافة، من سمع بصر، صحافة مكتوبة وإلكترونية، وجوائز أصبحت مخصصة حسب التعدد الثقافي باللغة الأمازيغية والحسانية، علاوة على جائزة الصورة. وتبقى الجائزة تحفيزا للكفاءات الصحفية على المزيد من العطاء. هذه الجائزة لها مكانة متميزة في المشهد الإعلامي المغربي، وخصوصا أننا نعلم جميعا على أن الصحافة تلعب دور أساسي في مجال ديال التأثير على الرأي العام، وكذلك هناك واحد التحولات مهمة في هذه المرحلة خصوصا مع المكتسبات الواردة في دستور 2011 متعلقة بالصحافة والإعلام وكذلك حرية التعبير. ولنا اليقين على أن هذه الأعضاء اللجنة الذين يتصفون بالكفاءة عالية في مجال ديال الإعلام أن يصلوا المبتغى، وهو يعني إعطاء النتائج متعلقة اللقاء بهذه الجائزة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. 40 سنة من صور المسيرة الخضراء، معرض تم افتتاحه ببهو وزارة الاتصال، ذاكرة توثيقية لأحداث وطنية سياسية منذ 1975 إلى 2015، ومرجعا للمشاهدة والذاكرة. نعود لأخبار المؤسسة التشريعية، حيث نقشت بمجلس النواب الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك على ضوء مشروع القانون المالي لسنة 2018. رشيد كنوعة متاسي.
545 مليون درهم هو الغلاف المالي المخصص لميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لسنة 2018. الميزانية تخضع لسياق عام يحدد حاجية وانتظارات جديدة لمغاربة المهجر، انتظارات تراعي المتغيرات المرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء خلال السنوات الأخيرة. بغينا بطبيعة الحال مجموعة من الإجراءات نطوروها، بغينا مجموعة من ربما بعض التعقيدات نعالجوها، وبغينا كذلك أنهم يبقوا كما كانوا فاعلين مشاركين أساسيين. فإذا مجموعة من الإجراءات حنا غنبلغوها اليوم واللي دخل في ميزانية 2018، وكذلك غنتفاعلوا معهم من خلال المجتمع المدني ومن خلال مجموعة من التمثيليات ديالهم باش أننا نستمعوا لهم ونزيدوا نطوروا أكثر هذه التوجهات وهذه الاستراتيجية. المشروع يرتكز على أهداف أساسية منها المحافظة على هوية مغاربة العالم ومساهمتهم في تنمية الوطن الأم مع حماية مصالحهم وحقوقهم. حقيقة كاين بعض يعني الميزات اللي ميزاته هي الاهتمام بالشباب، الاهتمام بالأطفال، الاهتمام بالمسنين كذلك، تحسين خدمات القنصليات، عمليات مرحبة، كل هذا يعني نثمنه. لكن يعني هناك أشياء عديدة لم يتطرق إليها، ألا وهي من بين ما لم يتطرق إليه هذا المشروع هي المشاركة السياسية لهذه الفئة من مغاربة العالم التي لا تزال محرومة من هذا الحق الدستوري الذي أعطاه لها الدستور. هي كانت فرصة أولا لتقييم أداء الحكومة في تدبير هذا القطاع، ولاحظنا انه هناك طبعا هو ما بين العقد الحكومي والعقد ديال السيد الوزير وما بين الواقع الملموس اللي مع الاسف مازال ما تيرقاش المستوى اللي تنطمحوا له. اكدنا على ان لابد الاستمرار وزياده في الاعتناء بهذه الفئه المهمه جدا والعزيزه علينا كمغاربه. العرض تم خلاله إبراز الأدوار التي تتطلع بها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة باعتبارها إحدى آليات الحكم المعتمدة في تدبير هذا القطاع. الآن إلى أخبار الاقتصاد وجديد المال والأعمال والتداولات مع ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير مريم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. بداية الاقتصادية لهذا اليوم بالمجال الفلاحي، حيث يعد إنتاج الزيتون من أهم الأنشطة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة. هذا النشاط يساهم في توفير 9000 منصب شغل قار مع إنتاج سنوي يصل إلى 175000 طن سنويا. ربورتاج في الموضوع لأحمد بن خديجة وعمر جليدي. سلاسل الزيتون إحدى الركائز الأساسية بجهة بني ملال الخنيفرة، حيث تلعب دورا سوسيو اقتصاديا مهما وتغطي مساحة 120 ألف هكتار وتساهم بأزيد من 6 ملايين يوم عمل سنويا. هذه السلسلة حطت بواحد الاهتمام كبير في إطار مخطط المغرب الأخضر في الدعمة الأولى ديالو، عرفت 3 المشاريع، وفي الدعمة الثانية اللي كتهم الفلاحة التضامنية عرفت إنجاز ديال 20 مشروع بواحد تكلفة اللي وصلت لفقط 900 مليون درهم، ومكنتنا من توسيع المساحة المغروسة على أزيد من 45000. هذا العام من المرتقب بحول الله أن يصل الإنتاج إلى 180000 طن بزيادة 20% عن الموسم الماضي، وكان بالإمكان أفضل مما كان لولا انحباس المطر حسب تأكيد المهنيين. كنخدموا بدرجة الحرارة المنخفضة ما كتجاوز 26 درجة، وواحد العملية ديال الخلط في الملاكسور اللي ما كتجاوزش 45 دقيقة، هذا هو السر باش كننتج واحد زيت الزيتون ذات جودة عالية، حيت حنايا دابا راه حنا خدامين كنبيعوا الأسواق الكبرى وتنصدروا على برا للشرق الأوسط وأوروبا. الأثمنة ديال الزيتون كتراوح ما بين 5 دراهم و50 حتى 6 دراهم و20، وبالنسبة للأثمنة ديال الزيت كتراوح ما بين بالنسبه للتسقيط بالنسبه ل 55 وبالنسبه للجمله 50 درهم. وتساهم جهه بني ملال الخنيفره بانتاج يصل الى 175000 طن سنويا، اي بنسبه تتراوح ما بين 16 و 20% من الانتاج الوطني.
ونواصل دائما بالمجال الفلاحي، وهذه المرة على مستوى إقليم إفران، حيث تم تنظيم يوم دراسي وطني حول محاربة الحشرات المضرة بإنتاجية وجودة التفاح. حلول عدة تم اقتراحها من خلال هذا اليوم الدراسي، نتعرف عليها رفقة عبد الله الشقر وأحمد الفاضلي. قرابة 50,000 هكتار هي المساحة الإجمالية لشجرة التفاح على الصعيد الوطني برقم معاملات يتجاوز 198 مليون درهم، إلا أن هذه الفاكهة أضحت بفعل التغيرات المناخية تتضرر من آثار الحشرات الشرسة التي تصيبها، ولعل أبرزها دودة ثمار التفاح. الحماية من هذه الآفة هذه فهي كتحتم على الفلاحة استعمال المبيدات الكيميائية اللي كيوصل العدد ديالها سنويا تقريبا تيفوت 10 حتى 12، وكيشكل تقريبا على عبء على الفلاح، بحيث كيوصل الثمن ديال الحماية تقريبا 6000 حتى 7000 درهم الهكتار. الكلفة العالية للمبيدات ومقاومة هذه الحشرات لمفعولها دفعت المهتمين والفاعلين في هذا المجال إلى بحث السبل الناجعة لمحاربة هذه الحشرات واقتراح بدائل للمواد الكيميائية بهدف تتمين إنتاج التفاح، خاصة بجهة فاس مكناس. في العموم إذا ما كانتش هناك مراقبة بواسطة مصائد هرمونية اللي يمكن تمكن الفلاح باش يضبط التدخلات نتاعو، غادي يصبح في واحد الاستراتيجيه اللي ما هيش استراتيجيه، تكون اكثر عشوائيه، وغادي يكون التدخلات ما هيش مبنيه على اسس. النصيحه اللي خصها تعطى للفلاحه، اولا خصهم يعرفوا الاصناف اللي عندهم، ثانيا خصهم يعرفوا الدوره البيولوجيه ديال الارتيلا، ثالثا الطرق المكافحه. وهنا النصيحه اللي خصها تعطى هو ان خاص المكافحات تكون في الوقت المناسب. أوصل المشاركون في هذا اللقاء الدراسي بضرورة اعتماد تقنيات علمية حديثة كحلول إيكولوجية فعالة تحمي المستهلك وتحد من مشاكل المقاومة لدى هذه الحشرات الضارة، وبالتالي المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني الذي يصل إلى 980,000 طن سنويا. أما الآن فنتابع النسب المحققة في أولى تداولت هذا الأسبوع ببورصة الدار البيضاء، إلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود لمريم لإتمام الرئيسية. شكرا جزيلا لك ياسر. نتابع مشاهدينا من الرباط، حيث نظمت سفارة بلجيكا بشراكة مع عدة فاعلين الموسم البلجيكي في المغرب. هذا الموسم احتضن معرضا تشاركيا يقدم جملة من المشاريع التي تتعلق بدعم المقاولات، البحث العلمي والتنمية المستدامة. تفاصيل أكثر مع إيمان سلاوي والعربي النهيري. بمناسبة الموسم البلجيكي في المغرب، أزيد من 12 فاعلا غير حكومي في مجال التعاون البلجيكي وشركائهم المحليين يشاركون في هذا المعرض في أروقة تقدم مختلف المشاريع التي أنجزت في المغرب بدعم من بلجيكا، فرصة لاكتشاف كيفية مساهمة الفاعلين البلجيكيين في خدمة أهداف تنموية وتعزيز الشراكة في عدة ميادين.
الموسم البلجيكي يتيح لكل الخبراء اللقاء فيما بينهم، وكذلك يسمح للشركاء المغاربة التعرف على مختلف قطاعات الشراكة البلجيكية في المغرب. كاين شراكات متعددة في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بدعم النساء في خلق المقاولات ديالهم، الارتقاء بحقوق المرأة والطفل، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية. الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بأزيد من 50 سنة على تواجد التعاون البلجيكي في المغرب. المغرب الذي يعتبر شريكا أساسيا في عدة مجالات كالزراعة، الحكامة الجيدة والهجرة، وكذلك دعم خلق المقاولات وخاصة النسائية منها. البرنامج من أجل كيدار مع 8 ديال الشركاء مغاربة، منهم لانابيك، لاسوسيسيون دي فام شيف دونتربريز، الأمانة، التوفيق، عدد كبير ديال الشركاء مغاربة. هذا البرنامج هو دار في 2013 بحال مرحلة تجريبية من 2013-2016، وفي 2017 تعمم على المغرب كامل. المشاريع اللي عندنا كبعض الجامعات الأخرى هنا في المغرب، كاين مشروع ديال التعاون المؤسساتي اللي هو مشروع على المدى الطويل، يعني مدة ديال 12 عام تقريبا، وهذا المشروع يعني عنده علاقة وطيدة مع أهداف التنمية المستدامة. الموسم البلجيكي كذلك سيعرف تنظيم موائد مستديرة بكل من الدار البيضاء والرباط حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المساواة بين الجنسين، مكافحة التغيرات المناخية، وكذلك تعزيز المقاولات. ننتقل اللحظة إلى مدينة بون الألمانية، ولقاء رفيع المستوى نظم اليوم في إطار مؤتمر كوب 23، أكد فيه المتدخلون أن الزخم الذي أطلقته شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي يتيح إحداث التغير المنشود في الوقت الراهن من أجل تنفيذ اتفاق باريس. وتروم هذه الشراكة التي تم إطلاقها في مؤتمر كوب 22 بمراكش تسريع العمل المناخي ما قبل 2020 من خلال التئام الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المنخرطين في العمل المناخي في إطار نفس المنصة بهدف تقاسم النجاح والدروس والممارسات الفضلة. الدورة تعرف مشاركة مغربية متميزة. مراسلة مفادية الأولى إلى بون عبد الهادي الجحفي وعثمان تاسي. دعوة من المشاركين في قمة المناخ لإنقاذ مستقبل كوكب الأرض والتخفيف من الاحتباس الحراري والتحرك العاجل من أجل تنفيذ اتفاق باريس. جاء ذلك في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للوفود الغير الحكومية المشاركة في قمة كوب 23 بمدينة بون. رئيس وزراء فيجي الذي ترأس بلاده هذه القمة أكد أن التعجيل بالإجراءات للحد من التغيرات المناخية أضحى أمرا ضروريا بالنظر إلى الظواهر المناخية التي يشهدها العالم كالأعاصير والفيضانات والجفاف. ظواهر مناخية أضحت تهدد الأمن الغذائي في العديد من مناطق العالم وتستدعي التحرك العاجل للالتزام بتوصيات وقرارات مراكش. من الإنجازات ديال الرئاسة المغربية ديال القمة 22 هو ما يسمى بشراكة مراكش. شراكة مراكش هي فكرة اللي جبناها بعد دخول حيز التنفيذ ديال اتفاقية باريس، واللي على أساسها كنظموا الفاعلين الغير الحكوميين، كنعطيهم الإطار ديال العمل وأرضية ديال المعلومات وباش يمكن لهم يشتغلوا بطريقة فعالة مع الفاعلين الحكوميين. في الكوب 23 اليوم نرى أن هذا الفضاء أولا يتوسع، هذا الفضاء كذلك كيأخذ واحد الشكل مؤسساتي، سيكون له كذلك تمثيلية على المستوى الاتفاقية الأممية، وبالتالي المغرب لابد له أولا كان الإطلاق ديالها والمؤسسة ديالها في الكوب 22. الوفود المشاركة في اجتماع هذا اليوم أكدت على أهمية التوصيات الصادرة عن قمة مراكش والدور الذي قام به المغرب خلال الفترة الفاصلة بين قمة مراكش والقمة الحالية في مجال الاحتباس الحراري. المغرب بذل مجهودات جبارة بما فيها شراكة مراكش والتي ما زالت مستمرة إلى حد الآن ببرامجها العملية، بالخصوص فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، فالمغرب يعطي المثال بديناميته على المستوى العالمي. صاحب الجلالة نصره الله وضع هدفا في غاية الأهمية والمتمثل في بلوغ 52% من الطاقة المتجددة في أفق 2030 في الوقت
الوقت الذي وضعت فيه بلدان أخرى أهدافا في أفق سنة 2050، وهذا أمر جد متأخر. المغرب برئاسته لقمة كوب 22 هو جد متقدم بخصوص تفعيل اتفاقية باريس كما هو الشأن بالنسبة لاعتماد شراكة مراكش كخطة عمل. هذه القمة التي ترأسها الفيجي هي خطوة عملية أساسية في مسار تفعيل مخرجات القمة التي ترأسها المغرب السنة الماضية وقمة باريس قبلها. الاجتماع الرفيع المستوى للفاعلين غير الحكوميين لحظة للتفكير الجماعي لتحسيس قدرات المنظمات الغير الحكومية بأخطار التحولات البيئية وانعكاساتها على التنمية المستدامة والسياسات العمومية في الدول الفقيرة والسائرة في طريق النمو. بعد قمة مراكش العالم يلتئم في مدينة بون لوضع خارطة طريق جديدة لإنقاذ كوكب الأرض وحتى كافة الأطراف لتحمل مسؤوليتها وجعل كل الدول تلتزم بخفض نسبة الغازات الدافئة التي تهدد مستقبل البشرية. من بون لكم تحيات بعثة القناة الأولى. وباسم رؤساء البرلمانات الإفريقية أكد رئيس مجلس المستشارين في بون أن البرلمانات الإفريقية تعبأت بشكل فعال من أجل الإسهام في مكافحة التغيرات المناخية. في الخبر الدولي، قتل أكثر من 400 شخص وأصيب 7000 على الأقل جراء زلزال قوي شدته 7.3 درجات ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق ويعد الأكثر فتكا خلال العام 2017. عبدها بكاراتي. حداد لمدة 3 أيام على ضحايا الزلزال الذي ضرب إيران والعراق بقوة 7.3 مخلفا مقتل أزيد من 400 شخص وإصابة 7000 بجراح. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن محاصرين تحت الأنقاض خاصة في القرى والمناطق الجبلية. وقد وجدت هذه الفرق صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب الانهيارات الأرضية التي شهدت العديد من القرى. وحسب مصادر إيرانية فإن أكثر الأقاليم تضررا كان إقليم كرمانشاه على بعد 15 كيلومترا من الحدود العراقية. وفي العراق وقعت أكبر الأضرار في بلدة درباندي خان شرق سليمانية في إقليم كردستان. قوة الزلزال أحس بها مواطنو الدول المجاورة أيضا، فسكان مدينة ديار بكر في تركيا شعروا بالهزة كما شعر بها سكان الكويت الذين هرعوا إلى الشوارع في حالة من الذعر. وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية مما يجعلها عرضة للزلازل، ففي عام 2003 ضرب زلزال بقوة 6.6 شرق إيران وأدى إلى مقتل أزيد من 30,000 شخص وتدمير مدينة باما التاريخية. أحيت فرنسا اليوم الذكرى الثانية لأسوأ اعتداءات إرهابية شهدتها البلاد. ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باقات الورود على المواقع الستة التي هاجمها المسلحون سنة 2015. وقد شكلت هذه الاعتداءات صدمة كبيرة للفرنسيين ودفعت السلطات إلى فرض حالة الطوارئ التي لم ترفع إلا هذا الشهر. في أفغانستان 8 عناصر من الشرطة لقوا مسرعهم في هجوم نفذه مسلحون في ولاية فرح، بينما استهدف هجوم بسيارة مفخخة القوات الأجنبية في ولاية قندهار. الهجوم تم في وقت مبكر من صباح اليوم واستمر لبضع دقائق. انطلقت اليوم بالفلبين قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي طغت عليها إشكالية محاربة الإرهاب، الخلافات الإقليمية والتجارة. خالد الأحمدي والمزيد من التفاصيل. مكافحة الإرهاب، الخلافات على بحر الصين الجنوبي بالإضافة إلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية والتجارة قضايا رئيسية هيمنت اليوم على أشغال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان التي تحتضنها الفلبين. ولدى افتتاح أشغال القمة التي تحضرها أيضا الصين، روسيا، اليابان، الهند وكندا، شدد الرئيس الفلبيني على ضرورة مكافحة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار في المنطقة. زعماء دول مجموعة جنوب شرق آسيا ناقشوا أيضا معاناة المسلمين الروهينجا الذين أجبروا على إخلاء منازلهم والفرار في اتجاه بنغلاديش جراء العنف الذي تمارسه ضدهم القوات البرمية في ولاية راخين.
وعلى هامش القمة اجتمع الرئيسان الفلبيني والأمريكي. اللقاء لم يتناول حسب مصادر رسمية فلبينية ملف حقوق الإنسان في الفلبين. الرئيس الأمريكي التقى أيضاً برئيسي وزراء أستراليا واليابان. الزعماء الثلاثة تبحثوا حول أهمية تحقيق تجارة حرة ومفتوحة في منطقتي المحيطين الهندي والهادي. الزعماء الثلاثة أكدوا أيضاً التزامهم بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية لحملها على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. نبقى بالقارة الآسيوية. الضباب الدخاني يلف العاصمة الهندية نيودلهي، وقد استقبلت مستشفيات البلاد مرضى كثر وأكثر بثلاث مرات مقارنة بالمعدلات العادية. الضباب الدخاني الناجم عن التلوث الجوي بسبب تغير الأحوال الجوية وإحراق مخلفات الحصاد يتسبب في مضاعفات خطيرة على الصحة العامة، يمكن أن تؤدي لأمراض القلب والالتهاب الرئوي المزمن ومرض السرطان. في الخبر الوطني، استقبلت جهة الدار البيضاء سطات اليوم وفدا من القناصلة الفخريين من أجل تعريفهم بالمخطط التنموي على صعيد الجهة، والذي يشكل خارطة طريق لجعلها حاضرة دولية بفضل تعبئة كافة الإمكانيات التي تزخر بها على المستوى الوطني والجهوي. فاتحة أمغار ومحمد العربي. جهة دار بيضاء سطات كانت في استقبال القناصلة الشرفيين وعددهم أزيد من 30 عضوا، والمناسبة تقديم ورقة شاملة عن المخطط التنموي على صعيد الجهة وكذا الرهانات والتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات بالجهة. نحن نشارك في عمل اقتصادي كممثلين دول خارجية، وهذا العمل الاقتصادي يكلفنا مجهودات ومبادرات في هذا الميدان، فطلبنا من الوالي وكذلك رئيس الجهة استقبال ليشرح لنا البرنامج النمو ديال مدينة الدار البيضاء والجهة. واللقاء ديال اليوم هو كذلك يدخل في إطار الانفتاح ديال جهة الدار البيضاء سطات في هذه المحطة ولا في هذه المرحلة اللي كنشتغلوا جميع في حقيقة لإنجاح الجهوية كمرحلة جديدة في الهندسة المؤسسية ديال بلادنا، اللي من خلالها يمكننا نرفعوا من الطموح ديالنا الجماعي أننا نبلغوا مستويات جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. انفتاح الجهة على هذه الشريحة التي تتكون من حوالي 170 ممثل للقنصليات الشرفيين ببلادنا، مفاده المساهمة في إنجاح الجهوية عبر تعريفهم بأهمية المشاريع التي هي في صدد إنجازها على صعيد جهة الدار البيضاء سطات. عقدت اليوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط لقاء تواصليا مع متعهدي الإعلام العمومي، وذلك لمناقشة مشروع قرار بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري. مشروع يتوخى تعزيز ما تحقق على مستوى ديمقراطية التمثيلية السياسية والنقابية وإشراك المجتمع المدني، وكذا مبدأ المناصفة بوسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال الانتقال من مقاربة كمية إلى مقاربة كيفية تضمن التعبير التعددي في تناول قضايا الشأن العام في خدمات الاتصال السمعي البصري. يحتل الفن بأبعاده المختلفة مكانة محورية في حياة وتطور الشعوب والأمم. عناية بهذا الجانب أنشئ بالعاصمة القطرية الدوحة المتحف العربي للفن الحديث، يعنى بإبراز الإبداعات الفنية المعاصرة بمختلف أقطار العالم العربي. مراسلة يونس مازاس مع الودغيري محمد ناطق. في قلب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة ينتصب المتحف العربي للفن الحديث بمحتويات الإبداعية من كافة أنحاء العالم العربي ليجسد جانبا هاما من الحركية الفنية العربية باعتبارها مكونا أساسيا من تاريخ الفن العالمي. أزيد من 900 عمل إبداعي لفنانين رواد أو من الجيل المعاصر ينتمون إلى مختلف المدارس والمشارب والمذاهب الفنية، سواء تعلق الأمر باللوحة التشكيلية أو النحت أو الصورة بمختلف أشكالها التعبيرية.
المتحف العربي للفن الحديث يعني بالفن الحديث والمعاصر في العالم العربي بجغرافيته الواسعة بما فيه التواصل الثقافي والتاريخي مع هذا الجغرافيا اللي كنسموها العالم العربي، هي أوسع من الهند إلى المغرب ومن تركيا إلى السودان. والمجموعة الدائمة اللي هي كتعني بهذا التاريخ والتطورات والمدارس والمذاهب الفنية، مكانتها في المتحف هي أنك تساهم في نفس الوقت في البحث وفي التعليم. بصمة المبدعين المغاربة الرواد بادية للعتناية هذه الفضاءات الفسيحة من خلال أعمال فنانين ذائع الصيت من قبيل شعيبية طلال وأحمد الشرقاوي والجلال غرباوي وميلود الأبيض وغيرهم ممن أثروا المتاحف بلوحات تجلي التطورات المجتمعية سواء على الصعيد الإنساني أو الثقافي. هذه القاعة مخصصة لأعمال الفنان المغربي محمد مالحي والتي تختزل تجربته الإبداعية في فترة الستينيات من القرن الماضي، سواء تلك التي اكتسبها في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى عودته إلى المغرب عام 1964. من خلال أعمال الرسم والنحت والصورة يسهم المتحف العربي للفن الحديث في الحركة الفنية العالمية، ناهيك عن المعارض والمنشورات والبرامج التعليمية التي تبرز تطور الحضارة الإنسانية من خلال التغيير السريع في نماذج التاريخ البشري. أعتقد أن الزائر لهذا المتحف لا يسعه إلى أن ينبهر بكل محتوياته التي تشكل نافذة على الفن والإبداع العربي، لقد أحببت ذلك. يعطي المتحف العربي للفن الحديث بالدوحة صورة عما ورثه العالم العربي من تراث غني من الفنون أبدعتها حضارة إنسانية كان لها تأثيرها الممتد جغرافيا وتاريخيا عبر العصور المتتالية. الزربية الأمازيغية التقليدية إبداع نسائي برموز وأبعاد ودلالات. منطقة الأطلس المتوسط تفتخر بحفاظها على هذا الموروث الأصيل الذي اكتسب شهرة واسعة محليا ودوليا. أحمد بن خديجة وأحمد الفضيل. لهندسة فرادة الزربية الأمازيغية عوامل تواطأت، فرغم العولمة الثقافية الجارفة لم يهفت بريقها مهما قيل وسيقال عن رمزيتها، سيظل التوصيف عصيا، فعلى سجلها تزاحمت الأحداث والحكايات. هذا الرموز دابا لقيناها في الزواقات ديالنا، في الزواقات ديال القدام ديال الوالدين القدام. تنقولها الوالدة سميتها الزواقة، كاين وحدة كتقول كالمنشار، وحدة كتقول كتيمزين، وحدة كتقول كفوسيزم، وحدة كتقول تيسغناس، وكل حاجة بسميتها. دي سيمبول دوريجين بربر. الوغ دوريجين غارونتي 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 واخا. لا تسأل ولا تحتار، دليلك تاجر حاذق خبر ما تهفو إليه النفس. جئت هنا إلى هذا السوق للبحث عن زرابي أمازيغية تقليدية عتيقة تمثل هوية القبائل بالأطلس المتوسط. أعجبت كثيرا بها وسأشتري عددا منها لأصدقائي بفرنسا. نوا واحد المرأة ما قارياش وتخدم لك واحد الحاجة تحنتك تشوفها ديال عينك، تبقى كيفاش دارت هاد الحسابات حتى خرج وحدك. راه واحد الشيء كبير في الصنعة التقليدية، شي وحدين ما كيعطيوهاش القيمة ديالها اللي تستاهل. ولفك شفرة العلاقة بين الرمز اللون والأصالة، وحتى لا تختلط عليك الزربية العياشية بالزربية الزديقية، تحاول أن تسبر أغوار مخيل جمعي حول
حولته نساء الأطلس المتوسط طاقة إبداعية تمتح من المجال الطبيعي. كاين النساء اللي غادي يعطونا صور رائعة من الجبل بالقمم ديالها، وكنلقاو بان الرمز اللي هو عنده الراس ديالو طالع للفوق بحال انونغل راه الجبال. كاين الرموز، كاين الصور اللي من باتقه من الشلالات، كاين اللي من باتقه من الوديان. الان صرت استوعب اكثر انواع الزرابي في مختلف المناطق المغربية وخصوصيات كل واحدة منها من حيث الرمز وكذا الألوان. الزربية الأمازيغية تؤرخ تاريخا دونه أشاوص عظام عن ذاكرة تراث وهوية كانت ولا تزال تستجلب اهتمام المغربي والغربي. انطلقت بمراكش الدورة الرابعة لحملة التبرع بالدم والتي تشارك فيها جامعة القاضي عياد. المبادرة تسعى إلى توطيد علاقة الطالب الجامعي بمجتمعه وتنمية حس المسؤولية وروح المواطنة. سمية بالعيشي ومحمد حسن مسكور. حنان طالبة جامعية تخوض لأول مرة تجربة التبرع بالدم، وصراع بين الإرادة والتوجس يتدخل الطبيب للحسم فيه من خلال عدد من النصائح والإرشادات. عبرت لها لاتونسيون، لقيتو مزيان، شفت لها الصحة ديالها مزيانة. بيان سور بيان سور يمكن لها تمشي تعطي الدم. وي كنت خايفة بزاف، مي دابا صافا الحمد لله. المهم هو نعطيو الدم واستفدوا منه الناس وصافي. الدم ما تيتصنعش، ها الدم ما تيتصنعش. الدم يعني كاين في الانسان، وانا تبرع لواحد الانسان تا هو يعني تينقذوا من الموت. البادرة من شأنها تعزيز مخزون الدم بمركز تحقن الدم الذي يعاني من خصاص كبير في هذه المادة الحيوية. كنعملوا كل سنة، وكل سنة تبارك الله كنفوتوا 1000 ديال المتطوعين، واللي بغيت هو هاد العدد يكثر. في حق الله من غير انه التبرع بالدم، فاحنا كنأسسوا لواحد التوعيه وواحد لي فالور. حنا كنتمنوا ان الطلبه يستجبوا، وكذلك جميع المواطنين انهم ما يبخلوش علينا بالدم ديالهم ان شاء الله باش نعتقوا الناس. بدخول تجربة التبرع بالدم سنتها الرابعة على مستوى جامعة القاضي عياد، يصبح طلبة وموظفو الجامعة متبرعين أوفياء ومثالا ناجحا للتعاون بين مراكز تحقن الدم والمؤسسات العمومية والخاصة في هذا المجال التضامني والإنساني. بالعاصمة الهنغارية بوتابست كان تألق مغربيا في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج بعد فوز البطلة المغربية مريم مبارك للمرة الثانية بلقب بطلة العالم في صنف الكايوان، ثم فضية إلهام البرقادي ونحاسية عصام بوكادير. متابعة حسن الحريري وفؤاد الحرش. عزف النشيد الوطني المغربي في العاصمة الهنغارية بودابست، وكان تألق لأبطال المغاربة في الكيك بوكسين، وفي المقام الأول البطلة المغربية مريم مبارك بطلة العالم في وزن أقل من 52 كيلوغرام صنف الكايوان. بطلة العالم مرتين صنفت في بطولة العالم الأحسن في وزنها، وكان تألق صحبة إلهام البرقدي وصفة بطلة العالم وعصام بوكادير. هذا الفوز كان هدي لجلالة الملك الراعي الرسمي للرياضة اللي كان مشحني بالوسام الملكي، لأن ذاك الوسام ديما كان طلع الرينك، ولا كان تريني كنحسو عفوك كتافي تقيل، خصني ضروري باش نحافظ عليه. والحمد لله بالمجهودات ديال الجامعة والإدارة التقنية، الدعاوي ديال الوالدية ديال المغاربة ديال الزوج ديالي، إن هذا الفوز كان هدي المغاربة، وحتى هما يرى هدونا ذاك إنهم تأهلوا للمونديال. فوق الحلبة كانت المواجهة أمام البطلة الروسية أنا بيسكوكوفا. مريم مباري تتميز بالسرعة في الأداء وأداء ما يعرف بأكس كيك،
هي قوتها الضاربة والتي أجهزت على البطلة الروسية أنا مباريك. وفي جل لقاءتها تفوز بالنقاط. سنة 2015 وفي أول مشاركة دولية لها في صربيا ببلغراد فازت باللقب العالمي في الكايوان، والسنة الماضية فازت باللقب العالمي في المواي تاي بالسويد، ألقاب لبطلة من ذهب مصنفة الأحسن عالميا، والفوز في المباراة النهائية بالنقاط على روسيا أنا. بعد مري مبارك البطل إلهام البرقادي لم يحالف الحظ في المباراة النهائية أمام البطلة الصربية نزين كينكوفا. الحمد لله على النتيجة، واخا كنا كنطمحوا على نتيجة محسن مرتبة الأولى، ولكن ما كتبش وما ساعدناش الحظ. إن شاء الله تكون الخطرة الجاية مرتبة الأولى. مشادية نهاية الألم إن شاء الله، مازال نخدمه باش نحرز الألقاب عديدة ونجيب الداب إن شاء الله في الملتقيات الدولية الجاية إن شاء الله. الجامعة الأمريكية المغربية للكيك بوكسينغ وبأبطالها الثلاثة المتواجدين فخورة بهذا التألق، لأن كان هناك تنافسية كبيرة وكتارية مع الدول أوروبا الشرقية اللي معروفين في هذا النوع الرياضي، ولكن الحمد لله الثقة ديال الأبطال ديالنا تمكنوا باش يحصلوا على هذه النتيجة اللي جد مشرفة اللي كان هدوها للرياضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. استقبلوا استقبال الأبطال، وكان تميز الأبطال المغاربة في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست. اعتلوا من الصالة التتويج في تظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 1600 مشارك من 66 بلدا. هنيئا لرياضة الكيك بوكسين المغربية. الخبر الرياضي كان آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. الحكومة تقرر إعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من حيث الاهتمام والتدبير وكذا الموارد البشرية والمالية خلال لقاء تواصلي ترأسه رئيس الحكومة بالرباط. في بون إشادة بالزخم الذي أطلقته شركة مراكش العمل المناخي العالمي، قمة كوب 23 تعرف مشاركة مغربية متميزة. المتحف العربي للفن الحديث بالعاصمة القطرية الدوحة فضاء للإبداعات الفنية العربية، وضمن أزيد من 900 عمل تحضر بصمة الرواد المغاربة. المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ المتوج ببطولة العالم في بودابست يعود إلى أرض الوطن ويضيف لرصيد الرياضة الوطنية لقبا جديدا. تقام النشر، يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى لقاء آخر بإذن الله.